السلام عليكم. السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو سمحت شيخ مصطفى الله يعزك، في واحد جارنا في الشرقية في البلد الفلاحين عامل سور حوالين بيته صاج. طيب. ومكهرب السور. يا لطيف. من مكهرب السور بشمبر من العمومي، من العمود العمومي، مش كهرباء عادية. وأربعة قبل كده اتكهربوا منه واشتكوا له وهو إيه ما سمعش. طب مكهربوا ليه؟ ما السبب إنه مكهرب السور؟ خوفا من الأمن الدولة ولا خوفا من الوحوش ولا كده؟ عنده شجرة مانجا وشجرة ليمون في مصور عليهم كده، لكن السر الأساسي هو مكهرب ليه ما نعرفش. المهم يعني كهرب أنا العالم كلهم من أجل شجرة مانجا وشجرة ليمون. ما هو المشكلة إن هم أربعة كهربوا وقالوا له وما سمعش الكلام. ماتوا يعني ولا إيه؟ لا كهرباء عادي، كهرباء عادية واشتكوا له. طب ما تبلغوا فيه انه سرق كهرباء من الحكومة. طب المهم الناس سكت وقالوا له، قال خلاص انا اللي عايز كهرباء انا عاملها عشان الكهرباء الكهرباء، ما حدش يقرب منه. يا عم بلغ فيه انه راجل سارق من كهرباء الدولة. هو دلوقتي اتمسكوا في السجن يا شيخ. ليه؟ لان من اسبوع ابن اخويا صغير راح يجيب طعم من عند البيت من هناك من القناية بتاعت المية ديت اللي جنب البيت، كان المهم اتكهرب ومات. شدته فالحكومة جت وخدته كده. طيب الحمد لله. اخويا مصر ان هو ياخد الطار ان هو يموته زي ما ابنه مات، فهل يجوز لي ذلك؟ هل يعتبر قتل عمد؟ لا مش قتل عمد، ما تعمدش يقتل ابن اخيك، بيعمل بوسيله لتامين نفسي غلط، لكن ممكن تاخد الديه منه. على هو اخويا رفض الديه، اخويا عايز ياخد حقه. لا، غلط. طبعا ده الحكومه خدته وعملت له قضيه قتل عمد، فلسه المحكمه بتحكم، فمش عارفين هتحكم بيه. يلا ربنا يستر. اخويا مصر ان هو اذا ما حكمش القضيه فهو ياخد حقه. لا مش قتل عمد هذا. شكرا.